بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك. أهلا ومرحبا بشيخنا الكريم. حياكم الله وبارك فيكم. نفسر الآية المباركة في سورة الإسراء في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآية الكريمة يقول الله سبحانه وتعالى عن نفسه جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء لا يسبح بحمده. تسبيح معناه التنزيه، أي أن هذه المخلوقات العظيمة ومن فيها كلهم ينزهون الله سبحانه وتعالى، كل بلغته ولسانه. وإن كنا لا نفهم لغة هذه المخلوقات والجمادات، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلمها. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن من المخلوقات، من الآدميين والجن والإنس والملائكة، كلهم يسبحون الله وينزهونه. وكذلك هذه المخلوقات والجمادات كلها تسبح الله سبحانه وتعالى، أي تنزهه عن الشبيه والنظير، وتنزهه عن الشرك. التسبيح معناه التنزيه، كل بلغته التي يعلمها الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني لا تفهمونها، لا تفهمون تسبيحهم، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلمها. ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فهذه الآية فيها وجوب تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الشرك وعن التشبيه والتعطيل وعما لا يليق بجلاله، وأن كل مخلوقاته الناطقة والجامدة كلها تسبح الله سبحانه وتعالى، كل بلغته التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. نذكر السادة الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذا البرنامج والذين يريدون الاتصال بفضيلة الشيخ، أولا أن تكون الأسئلة واضحة ومختصرة وفي المحيطين الشرعي، وثانيا أن يكون الاتصال عبر الهاتف وبعيدا عن جهاز التلفزيون حتى لا يكون هناك تردد وصدى بيننا وبين السائل والمجيب. نذكر أيضا بتليفون البرنامج لمن أراد الاتصال بفضيلته، سيظهره مخرج هذه الحلقة على الشاشة قريبا. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل لنا أن نطلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يشفع الرسول لأمته ومتى؟ بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشفاعة ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره من الملائكة والصالحين، والشفاعة هي الدعاء، الدعاء شفاعة عند الله سبحانه وتعالى. عندما تدعو لأحد فإنك تكون قد شفعت له. الشفاعة ثابتة، ولكنها لا تكون إلا بشرطين. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد من المؤمنين، وأما الكفار والمشركون فإنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين عند الله سبحانه وتعالى. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فيطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع في حضوره صلى الله عليه وسلم في حياته، يطلب منه أن يشفع، ويوم القيامة تطلب منه الخلائق أن يشفع لها عند الله في فصل القضاء بينها وإراحتها من الموقف، وهي الشفاعة العظمى والمقام المحمود، كما في قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذه هي الشفاعة العظمى، وهي خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك شفاعات مشتركة بين الرسول وغيره. فالأولياء يشفعون، والملائكة يشفعون، والأفراط يشفعون، ولكن لا تكون الشفاعة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى ورضاه عن المشفوع فيه. فالشفاعة حق ولا ينكرها إلا أهل الضلال، فهي حق ثابت للكتاب والسنة. أما طلب الشفاعة من الرسول فهذا في حياته، وفي يوم القيامة تطلب منه الخلائق أن يشفع لها عند الله سبحانه ليريحهم من الموقف، في الحديث المشهور المعروف. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة السادة المشاهدين، هذا سائل يقول: بالنسبة يا شيخ صالح للأضحية، هل هي واجبة؟ وإذا كان الإنسان مقتدر ولم يضحي وعمره الآن في الأربعين مع أن لديه مال وافر؟ الأضحية سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم وليست واجبة، وإنما عند أبي حنيفة رحمه الله أنها واجبة، ولكن الجمهور على أنها سنة مؤكدة، وهي عبادة عظيمة ونسيكة عظيمة في يوم العيد أو في أيام العيد، فهي عبادة عظيمة لا ينبغي للمسلم أن يتركها إذا كان موسرا قادرا عليها. وحتى لو استدان، إذا كان يستطيع التسديد واستدان ليضحي، فهذا شيء طيب. نعم. أحسن الله إليكم. أبو عبد الله يقول: يا شيخ صالح، والدي في المستشفى على السرير منذ أكثر من سنتين، ولا يستطيع الحركة ولا يستطيع الوضوء، وعندما نقول له حان وقت الصلاة يدرك ما نقول، ولكنه لا يتوضأ ويصلي وهو على السرير. نعم، يصلي على حسب حاله، قوله صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة. فيصلي على حسب حاله، ولكن إذا كان ما يستطيع استعمال الماء
كما يذكر السائل، فإنه يؤتى له بصعيد طيب فيتيمم به. والذي نعلمه أن وزارة الصحة توزع على المرضى إسفنجات مشبعة بالغبار تكون عندهم، يضربون عليها ويتيممون عليها بغبارها، ولا يترك التيمم، وحتى لو لم يستطع أن يتيمم هو فإنه يأتي من ييممه، من يضرب بيديه على هذه الإسفنجة وهذا الغبار الطاهر، ثم يمسح وجهه ويمسح كفيه. نعم. له فقرة أخرى يقول: الحمد لله أنا من البارين بوالدي ووالدتي، صبرت على والدي وأقوم بخدمته في المستشفى، أما والدتي فهي عندي في البيت وقد غاب عنها الفكر، فهو يعود لها ثم يذهب ثم يعود، وعندما أقول لها صلي يا أمي تصلي، ولكن تصلي الظهر مثلا أكثر من 4 ركعات وتزيد وتنقص، ما رأي الشيخ في هذا؟ قل الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان عندها فكر وحضور للصلاة فإنك تأمرها بالصلاة إذا دخل الوقت، وتعينها على الصلاة، وجزاك الله خيرا ووفقك لبرها والإحسان إليها، هذا عمل طيب تؤجر عليه، وتعلمها عدد الركعات، تنبهها على ذلك، تعينها وتصلي على حسب استطاعتها ومقدرتها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن كتاب سنن ابن ماجه، ويقول: ما رأيكم يا فضيلة الشيخ في هذه الأحاديث مأجورين؟ نعم، سنن ابن ماجه من السنن الأربع، سنن الترمذي وأبي داود وابن ماجه، سنن الترمذي وأبي سنن أبي داود وسنن ابن ماجه، هي السنن الأربع، سنن النسائي أيضا، سنن الترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجه، هذه السنن الأربع، وهي معروفة عند أهل العلم وعند المحدثين. نعم. يسأل يا فضيلة الشيخ سلطان من الطائف عن المولود الصغير، إذا مات هل عليه عقيقة؟ وإذا لم يستطع الوالد دفع هذه العقيقة؟ العقيقة سنة، وهي حق للمولود على والده إن استطاع، إن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة، فإذا لم يستطع فهي سنة، لا حرج عليه في تركها. نعم. تفضل يا فهد. نعم. ويعق عنه ولو مات، يعق عنه ولو مات، لأنها من حق الولد على والده، والولد كما في الحديث مرتهن بعقيقته. نعم. تفضل يا فهد. من حائل متصل. اي نعم، من حائل. يا طويل العمر، انا عند امي، كان 2 من مجلس برا، وجت اختي الصغيره نامت عنده عمره 9 شهور، وجت اختها الكبيره يا طويل العمر وخذتها وحطتها بغرفه حاله، جاء اخوي الصغير الكبير وولع الدفاي عنده، واحترقت هي وغرفه الله يرحمه. لا كفاره هذه ولا ما لها كفاره؟ والله هذه يا اخي تسالون القاضي عنها، تروحون للمحكمه وتسالون القاضي عنها، ويحضر الام ويحضر اللي عندهم خبره بالموضوع وعلم بما حصل، القاضي يوجههم ان شاء الله الى ما فيه الخير وبراءة الذمة. نعم. الله يجزاك خير. شكرا. في قول الآية: عالم الغيب لا يعلمه إلا الله، من حكم من يدعي علم الغيب؟ قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا،
إلا من ارتضى من رسول. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فعلم الغيب من خصائص الله سبحانه وتعالى، فمن ادعى علم الغيب أو أنه يعلم الغيب فإنه كافر، لأنه يدعي مشاركة الله جل وعلا في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا حمزة يسأل عن الفرق بين القضاء والقدر، وما الأثر المترتب على الإيمان بالقضاء والقدر؟ القضاء والقدر الإيمان به من أركان الإيمان الستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، فهو ركن من أركان الإيمان. ولا فرق بين القضاء والقدر، فتؤمن بأن الله قدر كل شيء، وأنه لا يحدث شيء في هذا الكون إلا بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالإيمان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان الستة. نعم. يوسف من الرياض، تفضل يا يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف أصبحتم؟ كيف مسيتم يعني؟ تفضل. بسألكم، ما حكم تخفيف اللحية؟ يا أخي، اللحية يجب توفيرها وإعفاؤها وإرخاؤها وإرسالها كما في الأحاديث الصحيحة، ولا يجوز التعرض لها بحلق أو قص أو نتف، بل تبقى وتعفى كما خلقها الله سبحانه، وهي جمال للرجل وفارقة بينه وبين المرأة، فلا يجني على لحيته. حتى إن العلماء ذكروا أن لو جنى على شخص في لحيته فلم تنبت فإنه يكون عليه دية كاملة. نعم. رجل تجاوز الميقات عمدا وهو يريد العمرة ثم رجع إليه وأحرم، هل عليه شيء؟ إذا كان رجع إليه وأحرم فلا شيء عليه، أما إذا كان تعداه وأحرم بعد ما تعداه فلا ينفعه الرجوع، يكون عليه فدية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا مظفر يقول: ما حكم الذكر بين الأذان والإقامة، وما صحة حديث أم رافع: إذا دخلت الصلاة فكبري الله عشرا وسبح الله عشرا، الحديث؟ هذا الحديث لا أعلمه، ولكن الدعاء بين الأذان والإقامة هذا مطلوب ومشروع، وفي الحديث لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. نعم. السؤال الثاني في رسالة السائل يقول: ما الفرق بين العقيدة والإيمان؟ العقيدة هي الإيمان، وهي ما يعتقده القلب ويؤمن به، فالعقيدة والإيمان شيء واحد، وهما من أعمال القلوب، وهي الأصل والأساس لهذا الدين، فلا دين بدون عقيدة صحيحة، ودون اعتقاد صحيح على موجب الكتاب والسنة. وعقيدة أهل السنة والجماعة وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، كذلك الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، فنثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من الأسماء والصفات من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يا شيخ، ما حكم عقوق الوالدين وما السبيل للتوبة؟
عقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب، يأتي بعد الشرك بالله عز وجل، لأن حق الوالدين يأتي بعد حق الله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فعقوقهما كبيرة من كبائر الذنوب، فإن كان حيين فإنه يستسمحهما ويتوب إلى الله ويبر بهما، وإن كان ميتين وقد عقهما فإنه يستغفر الله لهما ويدعو الله لهما ويتصدق عنهما، لعل الله أن يخفف عنه ذلك. نعم. أبو عبد الرحمن من حفر الباطن، تفضل أبو عبد الرحمن. شيخ، ما الفرق بين قولنا ماء طاهر وماء طهور، وما هي كتب الفقه التي تحدث عن ذلك؟ الطاهر هو الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره، وأما الطهور فهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. والكتب التي تتحدث عن ذلك كثيرة، كل كتب الفقه تتحدث أول ما تتحدث عن الطهارة. مثلا متن الزاد وكل متون الفقه عند الأئمة أول ما تتحدث عن الطهارة، لأنها مفتاح الصلاة، لأن الطهارة مفتاح الصلاة، والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام ولا تصح إلا بطهارة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في فقرته الثانية بأنه يبيع ويشتري في الماشية وهو في الصحراء، يقول هل على هذه الماشية من الضأن والماعز هل عليها زكاة؟ إذا كان يبيع ويشتري في الماشية فيعتبر من عروض التجارة، ما باع منها يزكي قيمته بأن يدفع ربع العشر، وما كان باقيا عنده وهو ينوي بيعه فإنه يثمنه عند تمام الحول ويزكي قيمته بأن يخرج ربع العشر منها. نعم. يقول السائل: شيخ سوداني مقيم بجدة، عندي مسبحة كتب عليها أسماء الله الحسنى، وأسبح بهذه المسبحة في الصلاة وفي المسجد. أخذ هذه المسبحة والاعتقاد فيها وأن فيها فضل، هذا بدعة، هذا بدعة. وكتابة أسماء الله على خرزات هذا غلط، ولا يجوز كتابة أسماء الله في شيء يعرض للامتهان أو يعتقد فيه أن فيه فضلا أو غير ذلك من العقائد التي لا أصل لها في الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، ما المقصود بالتغني بالقرآن؟ تحسين الصوت. الحديث: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني يحسن صوته بالقرآن. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بالنسبة لقراءة ما يسمى ببعض المجلات بحظك اليوم لمجرد التسلية فقط، لا يجوز هذا، هذا من ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، فالحظوظ وما يجري على العبد هذا لا يعلمه إلا الله. فمن كتب في الجرائد أو غيرها أنه يعلم حظوظ الناس فهذا من ادعاء علم الغيب، ويجب منع هذه الصحف أو هذه الجرائد من نشر مثل هذا. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا يسأل يا شيخ، يقول: التعريف اللقطة وما أبرز الأحكام فيها يا فضيلة الشيخ، وما مثالها؟ اللقطة هي المال الضائع الذي له قيمة، أما الشيء التافه واليسير مثل التمرة، مثل الحبل اليسير، مثل هذه لا، يأخذها من وجدها وينتفع بها،
أما الشيء الذي تتبعه همة أوساط الناس فإن هذا هو اللقطة، فيجب عليه إذا أخذها أن يعرفها سنة، ينادي عليها في مجامع الناس عند في الأسواق وعند أبواب المساجد حتى يأتي صاحبها فيذكر صفاتها المميزة ثم يدفعها له. نعم. أبو أحمد من المدينة النبوية، تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. فضيلة الشيخ أنا عندي. نعم. الأول أنا عندي لأن أنا وزوجتي ماتوا أبانا وماتوا وأنا ما عرفناهم. فإيش حقوقهم باقيلهم علينا؟ نعم. عاد سؤالك. إيش باقيلهم علينا نبرهم فيه؟ إحنا ما عرفناهم. طيب. يا أخي ما عرفنا سؤالك. يقول فضيلة الشيخ والداه توفي فما هي حقوق الأبناء عليهما؟ حقوق الأبناء عليهما؟ نعم لهما. حقوق الأبناء عليهما انتهت بوفاتهما. حقوق الأبناء على الوالدين انتهت بوفاة الوالدين. ما عرفناهم طول عمرك. إيش يقول؟ نعم يريد الإجابة. نعم تفضل الشيخ. خله يسأل، ما فهمنا سؤاله. انقطع الخط يقول لعلكم تكملون عن حقوق الأبناء. طيب نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول الشك في عدد الرضعات ما حكمها وكم عدد الرضعات المحرمة؟ عدد الرضعات المحرمة 5 مصات يمص اللبن في كل مصة ويدر عليه اللبن ويبتلعه ثم يمصه ثانية وهكذا حتى يكمل 5 مصات سواء في مجلس واحد أو في عدة مجالس. هذا نصاب الرضاع. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخ ذلك ب5 رضعات معلومات يحرمنا. والرضعة هي المصة كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. نعم أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن الوصية متى تكتب وهل يكفي أن تكتب باليد وهل لابد من شهود؟ الوصية على قسمين، وصية بما له من الحقوق على الناس والديون على الناس أو ما للناس عليه من ديون وحقوق هذه يجب عليه أن يكتبها لئلا تضيع حقوقه وحقوق الناس إذا لم يكتب الوصية. وأما النوع الثاني من الوصية فهي التبرع بشيء من ماله بعد موته في سبيل البر، كأن يوصي بالثلث فأقل، قال صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير يعني في الوصية، فأعلى حد للوصية هو الثلث، وكل ما نزل عن الثلث فهو أفضل إلى الخمس إلى السدس. نعم. يقول السائل يا شيخ إذا وصل المعتمر للبيت العتيق فما المشروع في حقه؟ المعتمر إذا وصل إلى البيت يبدأ بالطواف، طواف العمرة، ثم يسعى بعده، ثم يحلق أو يقصر، ثم يلبس ثيابه ويتحلل من إحرامه. نعم. يقول في فقرته الثانية هل يجوز صيام أيام التشريق؟ لا، إلا عن دم متعة أو قران، كما في حديث عائشة رضي الله عنها لم يرخص في أيام التشريق أن يصامنا إلا عن دم متعة أو قران. فالمتمتع أو القارن إذا لم يجد الهدي، وقد قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم، فإذا لم يصمها قبل أيام التشريق
فإنه يصومها أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. نعم. يقول السائل: أبو إبراهيم، لي أموال عند زملاء سلفتهم منذ سنوات ولم يردوا هذه السلف، هل أخصمها من الزكاة يا شيخ صالح؟ لا، لا يجوز هذا ولا تجزي عن الزكاة، ولكن عليك أن تطالب بها حتى تحصل عليها منهم، وأما الزكاة فتدفعها أنت ولا تخصم الدين الذي لك على الناس وتعتبره من الزكاة، لأن الله أمر بإيتاء الزكاة، وإسقاط الدين ليس إيتاء للزكاة، وربما تكون لما أيست من الحصول على هذا الدين تجعله زكاة، هذا لا يجوز. نعم. يقول الشيخ: ما أفضل الدعاء بالنسبة للحاج والمعتمر والوارد في السنة؟ أفضل ما ورد للحاج والمعتمر التلبية، فخير الدعاء دعاء عرفة، خير ما قلت أنا والنبيون من بعدي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا الدعاء. وأما التلبية فمن حين يحرم يعقد الإحرام يشتغل بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، كرر هذا بين فترة وأخرى حتى يشرع في الطواف، فإذا شرع في الطواف انتهى وقت التلبية. هذا بالنسبة للمعتمر. بالنسبة للحاج، إذا شرع في رمي جمرة العقبة هذا انتهى وقت التلبية. نعم. أبو عبد الله من أبها، تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. وعليكم السلام. وعليكم السلام. يا شيخ عندي سؤال لو سمحت. تفضل. نعم. عندنا إمام طال عمرك الله يجزيه خير قرايته ما إلى حد، فيختطب ما له فما له خطبة وش معناها، فهل يجوز مثلا ننصحه أو نصلي وراه وش يسوي؟ نعم، شو يقول؟ أعد السؤال يا أبو عبد الله. عندنا إمام في مسجد عندنا وقرايته ما إلى يعني ما أفهم قرايته، قرايته القراية الأول يعني ما هي خطب قديمة ولا أفهم لها شيء ولا أعلم معانيها، هل يجوز أن ننصحه ولا نصلي وراه ولا نروح مسجد ثاني؟ شكرا. والله يا أخي هذه قضية تراجعون فرع المساجد عندكم، الفرع المسؤول عن المساجد تبع وزارة الشؤون الإسلامية، تراجعونه وهو وتذكرون له ما تلاحظون على هذا الإمام، وهو يستدعيه ويرشده ويبين له. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يا شيخ يحيى، أنا مؤتمن على محل للبيع والشراء من الحوائج الرجال والنساء، ومسؤول عن بيع الساعات، فهل يجوز لي أن أخذ من قيمة بعض المبيعات على أن أسجلها علي دين حتى أستلم راتبي وأسدد ما أخذته دون علم صاحب المال؟ لا يجوز هذا، لأنك مؤتمن لا تأخذ لنفسك شيئا إلا بإذن صاحب المال، لا يجوز لك أن تأخذ بدون إذن صاحب المال أو علم صاحب المال وتقول سجله دينا في ذمتي، لا بد من إذنه. نعم. يسأل عن في هذه الأيام الباردة، يقول بأنه يلبس الشراب، كم يمسح عليها فضيلة الشيخ، ومن أي الأوقات ومتى تنتهي؟ المسح على الشراب وعلى الخفين للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليها، فإذا كانت الشراب سميكة ساترة لما وراءها وضافية على الرجل على الرجلين فإنه يمسح عليها كما يمسح على الخفين. نعم. هذه السائلة تقول: أختي لما رأت من زوجها تأخرا من ذبح الحقيقة عن ابنيهما قامت هي واشترت العقيقة
وذبحتها بدون إذن من زوجها فهل لها ذلك؟ لو استأذنت منه يكون هذا أحسن، وهي مجزية إن شاء الله، العقيقة مجزية إن شاء الله. نعم. تقول بأن أختي تؤخر صلاة العشاء حتى انتصاف الليل نظرا لانشغالها في أمور البيت والأولاد والزوج. والله إذا كانت ما تنشغل عنها ولا تنساها فكونها تؤخرها إلى ثلث الليل أفضل، أما إذا كانت تخشى أنها تنساها أو تنشغل عنها فإنها تبادر بالصلاة. نعم. محمد من الطائف، تفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. حكم الصلاة في المنزل يا شيخ؟ نعم. حكم الصلاة في المنزل. شكرا. صلاة ايش، الفريضة ولا نافلة؟ الفريضة. ما يجوز ان تصلي في المنزل الا لعذر شرعي، وإلا صلاة الجماعة واجبة يا أخي، تصلي مع الجماعة، من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قيل وما العذر؟ قال خوف أو مرض. فلا يجوز ترك صلاة الجماعة وأنت تقدر على حضورها. نعم. شكرا. فضيلة الشيخ، هذا السائل من أبها صالح، يقول صليت المغرب في جدة 3 ركعات كاملة، ثم أتت جماعة ثانية تصلي المغرب، وأردت السفر بعد صلاة المغرب إلى بلدي أبها، فصليت مع هذه الجماعة 2 ركعات وسلمت، وكان في نيتي صلاة العشاء. لا يجوز لك هذا، لأن صلاة المغرب غير مقصورة، وحكمك حكم الإمام، فعليك أن تصليها 4 لا 2 خلف الإمام. نعم. عبد الهادي من المدينة النبوية، تفضل عبد الهادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤال، طال عمرك أنا زارع كلى، وتخبر زارع الكلى يأخذ علاجات في أوقات مختلفة وضرورية، أما الحكم طال عمرك الصيام؟ والله هذا تراجع الطبيب، فيه ارتداد يا. طيب نكتفيها. طيب سمعت الإجابة يا أخي السائل. فضيلة الشيخ، تقول السائلة، هل على المرأة أذان وإقامة مثل الرجل، وهل للنساء أن يصلين جماعة في العمل في المدرسة؟ أما أن يصلين جماعة بإمامة واحدة منهن فلا بأس بذلك، وأما الأذان والإقامة فليس عليهما أذان ولا إقامة، ليس على النساء أذان ولا إقامة، لأن هذا من خصائص الرجال. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول، كم المدة بين العمرة والعمرة؟ فأنا أديت عمرة منذ أكثر من 3 عمرة واحدة، ولكنني لم أؤدي فريضة الحج. عليك أن تبادر بأداء فريضة الحج، وأما ما بين العمرتين من المدة فلم يحدد هذا، لم يحدد هذا، ولكن كل ما كان بين العمرتين فاصل حيث ينبت الرأس لأجل أن تحلقه أو تقصره يكون أحسن. نعم. يقول، أقرأ في كتاب الوابل الطيب في الكلام، الوابل الصيب في الكلام الطيب. نعم. ما رأي الشيخ في ذلك؟ كتاب طيب، هذا كتاب لابن القيم معروف ومشهور، وهو في فضل الأدعية والأوراد، هو كتاب طيب. نعم. يقول، لدي زميل فضيلة الشيخ يحافظ على الصلاة، ولكنه سيء الخلق وكثير بذاءة الكلام، هل ينقص من أجر الصلاة وتبكيره؟
أداؤه للصلاة جزاه الله خيرا، هذا واجب وركن من أركان الإسلام ويحمد عليه. وأما ما فيه من سوء الخلق وبذاءة اللسان هذه أخلاق سيئة، عليه أن يتوب إلى الله وأن يتركها ولا يعود نفسه التلفظ بها، يحاول هذا والله يوفقنا وإياه. نعم. يسأل عن الماء السبيل فضيلة الشيخ، إذا احتسب الأجر لوالديه وجعله سبيل هل في هذا فضل؟ نعم، هذا فيه فضل عظيم، يعني تسبيل المياه للشرب وفي أمكنة تجمع الناس أو مرور الناس هذا شيء طيب وهو من أفضل الأعمال، وأن يجعل ثوابه لوالديه هذا من أعظم البر إن شاء الله. نعم. في هذا الوقت فضيلة الشيخ، هناك مياه صحة توضع في المساجد يشرب منها المصلون، ما رأي الشيخ في ذلك؟ هذا شيء طيب، وضع مياه الصحة في المساجد في قوارير معدة هذا شيء طيب ومهيأ للشرب وفيه أجر عظيم. نعم. عبد الرحمن من جازان، تفضل عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام يا شيخ، كيف الحال؟ حياكم الله. أنا عندي سؤالين، السؤال الأول الحين الاختبارات النهائية قربت وبعض المدرسين يسوون تقوية ومراجعات وتكون بفلوس، ما هو حكمها؟ نعم، أعد السؤال يا عبد الرحمن. الحين الاختبار النهائي حق الطلاب قربت. نعم. وبعض نعم. المدرسين يهبون أسئلة بفلوس وتقوية مراجعات بفلوس، ما حكمها؟ هذا غش يا أخي، هذا غش في الامتحانات، والواجب على المدرسين أن يكونوا أمنا وناصحين، ما يغششون الطلاب ويعلمونهم بالأجوبة والأسئلة التي تأتي بالامتحان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما صحة هذا الحديث يقول: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. نعم، هذا حديث معروف ومعناه واضح، أن الإصلاح ذات البين من أفضل الأعمال، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ويقول سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالإصلاح بين الناس هذا من أفضل الأعمال والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أنا أصلي صلاة الحاجة عندما يطرأ لي حادث معين أو أحتاج إلى شيء معين، هل لها أصل؟ وقد قرأت بأنها ركعتان ويدعو بعدهما المسلم. نعم، هذا ورد في حديث، وأنه إذا كان له حاجة يصلي ركعتين ثم يسأل الله حاجته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، بالنسبة لصلاة العصر يقول: أنا أعمل ولكنني أتأخر في أداء هذه الصلاة، فمتى يبدأ وقتها ومتى ينتهي؟ يا أخي، يبدأ وقتها إذا أذن العصر، إذا كنت في بلد تسمع المؤذنين فإنه دخل وقتها، وتصلي مع الجماعة وتبادر بالصلاة مع الجماعة يا أخي، ولا تتأخر عن صلاة الجماعة، ولا تؤخر الصلاة عن أول وقتها. نعم. محمد من الطائف معنا على الخط، تفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام يا شيخ. أنا أسأل، أنا طال عمرك عند الوضوء أتوضأ، ولكن رجولي ما أقدر أغسلها، ما أقدر أرفع رجولي للمغسلة،
فابللها في معون يعني وانا واقف ادخلها في المويه بس فقط ليس ادلكها، فهل هذا جائز يا شيخ؟ هذا جائز لا باس به ان شاء الله، اذا كان الماء يعني يغسل الرجلين ويبلغ الرجلين لا باس بذلك. نعم بس بدون دلك يا شيخ ما الحق اني ادلكها يعني. هذا انا الدلك ما هو واجب يا اخي، ما هو واجب الدلك. نعم. شكرا. طيب يا شيخ انا اصلي محلي في المسجد وانا جالس على كرسي، فجاء شيخ نصحني قال لي ما يجوز تكبر وانت جالس، لازم تقوم تكبر وبعدين تجلس، هذا ركن التكبير ركن فضله. إذا كان تقدر على أن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت واقف ثم تجلس على الكرسي نعم هذا الشيء واجب، أما أو تقف بقدر قراءة الفاتحة ثم تجلس على الكرسي إذا كنت تقدر على هذا فهذا ركن من أركان الصلاة، وأما إذا كنت لا تقدر على القيام فإنك تكبر وأنت جالس على الكرسي تكبيرة الإحرام. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يا شيخ يقول الركعة بما تدرك والضابط فيها وبما تدرك الجماعة في الصلاة والأحكام المتعلقة بذلك. الجماعة تدرك بإدراك ركعة كاملة، فإذا أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركا للجماعة على الصحيح من قوله العلماء. وأما إيش السؤال؟ يقول بالنسبة للضابط في إدراك الركعة إذا يأتي مسرعا، إدراك الركعة مع الإمام إذا انحنيت ووصلت يداك إلى ركبتيك قبل أن يرفع الإمام فقد أدركت الركوع معه. نعم. هل ورد أحاديث في مزية النصف من شعبان؟ وهل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم هذا الشهر كاملا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان، كان يكثر الصيام في شعبان ويصوم أغلبه، وأما تخصيص ليلة النصف من شعبان أو يوم النصف من شعبان فهذا لا دليل عليه، لم يصح في ذلك دليل، وكل الأحاديث المروية في ذلك غير صحيحة. نعم. يقول في وصية والدي الذي كتبها وأشهد عليها أن يبنى له من التركة مسجد، وقد خلف تركة يقول طيبة، ولكن الورثة فضيلة الشيخ لم يلتزموا بذلك. نعم، إذا كان المسجد يعني تكاليف المسجد مقدار الثلث فأقل فيجب تنفيذ هذه الوصية، وصية يجب تنفيذها. أما إذا كان نفقة المسجد وتكاليف المسجد أكثر من الثلث فإن الزائد عن الثلث لا يجوز إلا برضا الورثة. نعم. أبو عبد الله من الطائف، تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ الله يبارك فيك ويسددك، عندي سؤال عن المجسمات اللي تكون للأطفال في البيوت على شكل حصان أو جمل أو دمى صغيرة على شكل يعني مجسمات يعني حيوانات أو بشر. شكرا. ما الحكم يعني في استخدامها في البيوت؟ شكرا. لا يجوز هذا، هذه تماثيل، ولا يجوز تربون أولادكم على الصور والتماثيل، هناك ألعاب غير صور، هناك ألعاب كثيرة غير صور مثل سيارات مثل أسلحة مثل شيء يعني شكليات وعلى غير صور حيوانات ذوات أرواح. نعم أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول عندي بنات وتقدم شخص للصغرى قبل الكبرى، هل نزوج الصغرى قبل الكبرى؟ والله هذا على حسب يعني ما ترونه من المصلحة، إذا كانت الكبرى تسمح ولا يكون في نفسها شيء فلا بأس أن تزوج الصغرى. نعم جزاكم الله خيرا. يسأل يا شيخ عن حكم قيام ليلة الجمعة لما لها من مكانة عظيمة، يقول فما الوارد في ذلك؟
لم يصح في تخصيص ليلة الجمعة لقيام دون غيرها، لم يصح في ذلك دليل، فلا يجوز هذا. نعم. يقول: أريد من الشيخ أن يفسر الآية في قوله تبارك وتعالى: لا تحزن إن الله معنا، ما المقصود في هذه المعية وكم تنقسم المعية؟ هذا وقع في غار ثور لما اختفى الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر، إذ يقول لصاحبه، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وذلك لما جاء المشركون في طلبهما ووقفوا على الغار، فقال أبو بكر يخشى على الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فعند ذلك أخذ الله أبصار المشركين، فلم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه، رغم أنهم وقفوا عليهما في الغار. وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. والمعية معية الله لخلقه على قسمين: قسم الأول معية عامة، معنى الإحاطة والاطلاع، فهذه معية عامة للكافر والمسلم وكل المخلوقين، فإن الله محيط بهم، يراهم ويسمعهم ويعلمهم سبحانه وتعالى. والمعية الخاصة هي المعية مع المؤمنين بالنصر والتأييد والحفظ والكلاءة. لا تحزن إن الله معنا، هذه المعية الخاصة. إنني معكما، يقول جل وعلا لموسى وهارون: إنني، لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. هذه معية خاصة بالمؤمنين من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول بأنه توفي زوجها وتريد يا شيخ أن تجلس في بيت أهل الزوج 3 أيام علشان العزاء بالنسبة للنساء، ثم ترجع إلى منزلها لتكمل العدة. لا يجوز هذا، تبقى في منزلها من حين وفاة الزوج، تبقى في منزلها إلى أن تكمل العدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: امكثي في البيت إلى أن يبلغ الكتاب أجله. والعزاء هذا لا أصل له، 3 أيام ويجتمعون ويجيون، هذا لا أصل له. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما الأمور والطرق التي تساعد على حفظ القرآن الكريم وتثبيته؟ أولا النية الصالحة، فإذا نوى نية صالحة أن يحفظ كتاب الله أعانه الله عز وجل. وكذلك من تثبيت القرآن الإكثار من تلاوته، قال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فلهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. فيكثر من تلاوته وترديده حتى يترسخ في ذاكرته، ويكتب له الأجر أيضا في تلاوة القرآن. من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نعم. أبو ناصر من الرياض، تفضل يا أبو ناصر. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أنا علي نذر يا فضيلتك الشيخ جزاك الله خير، ذبحتين أذبحها لوجه الله، فأنا قلت أذبحها لكن أكل منها أو لما أكل منها، يعني بتوزيعها. نعم، تذبحها، النذر هذا واجب، قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. والذبح هذا طاعة لله عز وجل، فيجب عليك أن تذبح الشاتين. إذا كنت نويت أن تأكل منهما تأكل، أما إذا لم تنوي أنك تأكل منهما
فلا تأكل، توزعهما ولا تأكل منهما شيئا. نعم. لا ما علم يا شيخ، أنا أكل الله لا ما دام أدري أنا أكل أو ما كان، قلت هذا ولا يعني ما قلناك على رأسي أكل أم لا أكل. خلاص شكرا يا أخي، ما نويت، ما دام ما نويت لا تأكل منه. نعم. أحسن الله إليكم. بالنسبة لحكم الصلاة مع المسبوق يا شيخ، هل هي أفضل من صلاة المنفرد وما كيفيتها؟ نعم، إذا جئت وإنسان يصلي قد فاتتك الصلاة مع الجماعة، إنك تدخل معه سواء كان مسبوقا أو غير مسبوق، للعموم، لعموم الأدلة في ذلك. نعم. وبالنسبة لصلاة المنفرد خلف الصف هل تصح؟ لا تصح على الصحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لفذ خلف الصف، ورأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول بالنسبة للمشروع في السنة عند دفن الميت، هناك من يكثر من التكبير والتهليل أثناء إنزال الميت إلى القبر، هذا لا دليل عليه ولا ورد شيء من هذا، ولكن يشارك في دفن الميت ويحضر دفنه وتشييعه ويقف على قبره بعد الدفن ويستغفر له ويسأل الله له التثبيت عند السؤال، هذا هو المشروع. نعم. أحسن الله إليكم. أبو خالد يقول شيخ، منذ فترة وأنا أعمل في التجارة وحصلت على مال كبير ولم أزكي هذا المبلغ أكثر من 7 سنوات، هل أزكيه دفعة واحدة الآن بعد أن علمت بالحكم الشرعي؟ نعم، يجب عليك أن تزكيه عن كل سنة، يعني تخرج ربع العشر عن كل سنة مضت وتحصيها، تدفعها جملة واحدة أو مفرقة. نعم. من الأسئلة التي وردتنا هذه الأخت السائلة أم عماد تقول، أنا في مدينة وعندي أولاد أعمارهم 12 سنة و9 سنوات و7 سنوات، والدهم ولله الحمد يحافظ على الصلوات في المسجد ويريد أن يأخذ الأولاد معه، ولكنني أرفض، أخاف عليهم من العين ويصلون في البيت. هذا وسواس من الشيطان، اتركيهم مع والدهم، يذهبوا بهم إلى المسجد ويتعلمون الصلاة مع المسلمين، ولا يكون عندك وسواس تخافين عليهم من العين أو ما أشبه ذلك. نعم. فقرتها الثانية يا شيخ، بالنسبة لزكاة الفضة والذهب، هل هما سواء؟ وهل أخرج زكاة الفضة والذهب لأنني أقوم بلبس ذلك في الأعراس والمناسبات؟ تقول الحلي المعد للاستعمال للمرأة الصحيح أنه لا زكاة فيه عند جمهور أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. أبو صالح يقول، ما فضل الأمانة وما عظمها وما واجبنا تجاه الأمانة؟ الأمانة أمرها عظيم، قال الله جل وعلا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والأمانة على قسمين، أمانة بين الله وبين خلقه، وذلك بطاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأمانة بين الناس من الودائع والأسرار وغير ذلك التي تكون بينهم. والأمانة أيضا الوظيفة التي يتوظف الإنسان ويأخذ راتبا في مقابل الوظيفة لأداء عمل من الأعمال، هذه أمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أي أن تولوا الولايات من يقوم بها على الوجه المطلوب. نعم. جزاك الله خيرا.
جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. شيخ صالح الفوزان، استفدنا الحقيقة من هذه الفتاوى القيمة وهذه الإجابات المسددة المبنية على الكتاب والسنة. رفع الله ذكركم في الدارين وبارك فيكم وفي علمكم. وأشكر زملائي في مكتبة الشيخ محمد عبد العزيز الحامد ويزيد بن محمد الماضي، رتبوا هذا اللقاء. وأشكر أيضا زملائي معي في الاستديو من الفنيين والمخرجين وبقية فريق العمل. هذا زميلي معجب الدوسري، يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.